أعلن الحساب الرسمي للبطولة العربية للأندية على موقع تويتر التشكيلة المثالية لدور المجموعات بالبطولة، وضمت 11 لاعبا من 6 أندية هي الأهلي والفاصلي الأردني والفتح المغربي والعهد اللبناني والترجي التونسي والهلال السعودي. وجاءت التشكيلة كالتالي: معتز ياسين من الفيصلي في حراسة المرمى، ورامي ربيعة لاعب الأهلي، ومتعب المفرج لاعب الهلال، وعلي المشاني من الترجي في خط الدفاع. أما خط الوسط فتكون من هيثم فاعور قائد العهد، وحسام غالي قائد الأهلي، وأيوب سكومة لاعب الفتح، وغلان الشعلالي لاعب الترجي، وعبد الكريم القحطاني من الهلال. وفي الهجوم محمد فوزير لاعب الفتح ولوكاس من الفيصلي. كما أعلنت اللجنة المنظمة عن اختيار محمد فوزير مهاجم الفتح الرباطي كأفضل لاعب في دور المجموعات، وكذلك اختيار صالح جمعة لاعب الأهلي كأفضل لاعب في الجولة الثالثة من نفس الدور.